سي محمد، يقال أنك شخص محدود وأنك تولتي فمك معلقة ديال الذهب، وأن طريقك واللي هي طريق النجاح اللي وصلتي له كانت مفرشة بالورود. هو الحظ كاين في واحد الحد معين، ولكن أنا كنظن كنت من أسرة ميسورة. ما الحمد لله، مي هذا ما كيعنيش أنك ناجح حيت أنت من أسرة ميسورة. كاينين بزاف الناس لاباس عليهم ولادهم قمامة ماشي ناجحين، قمامة تهزت العف طارو الزبل عشاك، لا أخلاق لا دين لا حتى شي حاجة. وهي أنه ماشي الفلوس هي اللي كدير النجاح، كتساهم في النجاح، ولكن في الأصل كنظن إلا تخرجتي من واحد المدرسة اللي هي التربية ديال والديك، راه كتشق واحد الطريق اللي رسموها لك والديك بيان سور بالقدرة ديال الإله سبحانه وتعالى. وانا كنظن الله عز وجل ما غاديش يخلق العباد ديالو ويتعسهم في الأرض، كيعطيهم فرص. انا كيدوزونا هاد الفرص في الحياة وما كنردوش ليهم البال، ما كنعرفوش واش فرصة ولا ماشي فرصة. واخا انت تربيتك كي كانت؟ انا تربيتي كانت تربية مغربية قحة دينية إسلامية. كانت صارمة؟ كانت فيها شوية كانت صارمة بزاف، كانت صارمة بزاف بحكم ان الوالد ديالي موظف في المخزن كيف ما كيقولوا بالعربية، يعني كان مديد من حديد، قبطة من حديد، حاكم الدار ديالو. والوالد ديالي حاج وحاكم حامل كتاب الله، من الأصل ديالنا متيزنيت، عندنا واحد النفس ديال الناس دغريين، ما كبرناش في الرطوبة. سختوك أنا تزاديت على جوج ديال البنات التوام، كنت أنا الوالد البكر ديالو في الذكورة، بعد عاد جا أخويا الصغير إكسيتيرا. الوالد ديالي بحكم الأصل ديالو بحكم الدين وبحكم الخدمة ديالو زير الوالد البولونات، زيرهم باش يطلع الولد ديالو فحل، لأنه كنا في واحد أنا ولد السبعينات، جينا في واحد الوقيتة اللي الناس كثروا المخدرات وكثروا الآفات وكثروا المشاكل وكثروا بزاف ديال هذا، وكل أب ولا فيزيون ديالو كيفاش بغى يربي ولده. دونك الوالد كان مزيرني في واحد الإطار ماشي قامعني، من مزيرني كنا فاش كنا صغار كانوا الوالدين ديالنا كيحتموا علينا شي قوانين وكنا كنكرههم على هاد القوانين، مي فاش كبرنا ودرنا عقلنا عاد ولينا كنحمد الله، ولينا كنعرفوا القيمه ديال هذاك الشيء اللي درنا. وانا متى بديت كنعرف القيمه ديال داك الشيء؟ خرجت لاوروبا باش نقرا، خرجت صغير عندي 18 سنه. مشيت تكمل قرايتك في المانيا؟ في المانيا مشيت نكمل القرايه ديالي. يعني الحاجه اللي خلاتني نقدر نقول لك نجحت، انا واحد الانسان بسيط كنمشي في جنب الحيط، بالنسبه لي النجاح ديالي مازال بعيد عليا، باقي ما حققتش بزاف ديال الامور انا كنتمنهم. شنو نفعني تما؟ نفعني داك الانضباط وداك الشيء اللي رباني عليه الوالد والوالده هو اللي نفعني. كيف التربيه ديالك يعني ضروري وكلينا العصا معقلوا لي انت كنت شي شويه انت يعني تقاوم داك الانضباط؟ لا ما كنتيش طفل سهل. وشوف انا كنظن طفل سهل ما غاديش يكون جالس دابا هنا، طفل سهل غيكون مكون لابس نظاظر ودير شي كالكيولاتريس كيحسب في شي بيرو تحت الارض. كاين الله سبحانه وتعالى خلق النفوس متغيره، خلق ناس عندهم جهد في الشخصيه وخلق ناس ما عندهمش جهد في الشخصيه، خلق ناس طيبين ناس خبثاء. هذه الدنيا، وانا كنظن لانه فواحد الوقيته انا كليت العصا، انا علقني الوالد، حنا كلينا العصا بالعصا بالهراوه وبالصمطه وبالكابل، وكلينا العصا باللسان. العصا باللسان هي اللي كتبقى معك حياتك كامله، ما العصا ديال الصمطه بردات حمنا مات على العصا. هذيك العصا ديال اللسان هي اللي كتردك راجل. فاش نفعتك التربيه في اوروبا فاش مشيتي 18 عام كتقرا؟ كنقرا، ولكن في نفس الوقت قالوا لي انك كنتي كتخدم. بيان سور كنت كنخدم، كنت العصا ردتني راجل دي غوردي حرش، كنعرف نواكب بزاف ديال المواقف. الوقت ما بغاتكش تربي الدراري مرخيين، تعطي حقه الكومينيكاسيون داكشي ديال اوروبا وكيفاش غنهضر مع وليداتنا باش ما يطلعوش معقدين، ولكن مره خصك تربط الجام. شنو المواقف الصعيبه في اوروبا اللي تعرضتي لها واللي كانت خصك تما فين بانت تربيه ديال الوالدين والرجوله ديال الاب؟ بزاف ديال الحوايج، لو شوا ديال الحياه ديالي، مواقف عنصريه بحكم انني عشت في المانيا، كيفاش نسير راسي؟ كان عندي ان بودجي، كان عندي ان بودجي كيصيفطوا لي الوالد ديالي،
باش ناكل به ونكري به ونشرب به. يعني كنظن كنت واحد الانسان واحد الوليد مرخي ومفشش في دارنا، ما غاديش نقدر كيف ما كيقولوا بالدارجه نصوفي راسي ولا نزطط راسي.